السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بكم في اليوم الثاني لملتقى يقيني يقيني، والذي يحمل عنوان سمعنا وأطعنا، انطلاقا من قول الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. والآن نحن بإذن الله تعالى على موعد مع حلقة نقاشية يديرها الإعلامي المتميز عمر قصاص بحضرة الدكتور مهند العيدان والدكتور عماد العون تحت عنوان فقه النفس، فليتفضلوا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أحب أشكر المنظمين في حملة يقين يقيني على دعوتهم لي لتقديم هذه الجلسة الحوارية. أشكر أخوي عبد العزيز الملا على تقديمني بمصطلح إعلامي، أنا توني صغير ولست بإعلامي، كل شيء بوقته حلو، يوم من الأيام إن شاء الله راح أكون إعلامي، أنا شاب محب للإعلام فقط لا أكثر. بداية أحب أرحب بالدكاترة الأعزاء اللي معانا، وعلى يميني الدكتور عماد العون، وأنا أتشرف أن أقابل أو أحاور معلمي أيام المتوسط. ما ودي أكبرك دكتور، لكن يعني تشرفنا أن تعلمنا على أيدك، وأيضا معنا الدكتور مهند العيدان ونتشرف فيه أيضا. مثل ما قال أخوي عبد العزيز قبل شوي، الجلسة الحوارية قد يكون محورها الأساسي فقه النفس، وفقه النفس هو يكون كيف تدير الذات، وهذا اللي احنا فعلا في هذه الايام نحتاجه. فان شاء الله ان تكون الجلسه الحواريه خفيفه جدا على الحضور الكريم، ونسعد اذا في اي تعليق ولا اي تعقيب ممكن تتواصلون مع المنظمين يوصلونا لنا. بدايه احب ابدا مع الدكتور عماد، من بعد اذن الدكتور مهند. احنا قلنا ان نبدا بالكبير مع الشياب، فنبدأ بالدكتور عماد. دكتور عماد، بداية لما نبي نتكلم عن الحاجات اللي قاعدين نشوفها في هذه الأيام، كيف تكون على الشاب نفسه أو على الأمور النفسية قبل أي شيء ثاني؟ الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عن بداية نحمد الله سبحانه وتعالى أن هيئ لنا هذا اللقاء، نسأل الله عز وجل أن يبارك في جهود قتل الجميع. ولا شك ان يعني مثل هذه الملتقيات ومثل هذه طبعا الجوانب الحواريه لا شك انها تثري وترفع من الوعي لدى افراد المجتمع. طبعا وانا فرح حقيقه ان يعني يحاولني احد تلاميذي في المرحله المتوسطه، ولينسق كذلك معي كذلك دلال على نجاحي في جانب التربيه في ذات الوقت. تفضل عز وجل. كما أحزن حقيقة يعني بعد فترة معينة وجدت من يعني بعض الطلبة اللي سبق أن درسناهم هم وقعوا في بعض الانحرافات نتيجة لما سنتكلم عنه. يعني طبعا كلنا ينشد الصحة النفسية، كلنا طبعا نصل أو نود أن نرتقي إلى مفهوم الصحة النفسية. طبعا الصحة النفسية ترتكز على ثلاث نقاط رئيسة، اللي هي علاقتي مع الله عز وجل، وعلاقتي مع ذاتي، وعلاقتي مع الآخرين. علاقتي مع ذاتي جزء منها اللي هي إدارة الذات، اللي هو المصطلح يتفضلوا فيه أخواني فقه النفس، هو جزء من شيء يسمى بإدارة الذات. إدارة الذات عبارة عن ترتكز على خمس مرتكزات رئيسة: إدارة الوقت، إدارة الانفعال، وإدارة العلاقات الاجتماعية، وكذلك إدارة الدافعية الداخلية والثقة بالنفس. فمجموع هذه طبعا المكونات اللي ذكرتها هي حقيقة هي المرتكزات الرئيسة الذي يستطيع الإنسان أو يحمي بعد الله عز وجل أو تحمي الإنسان بمن يعني يختار الاختيار الجيد
اختيار التفوق، اختيار الطموح، اختيار التميز. مثل لي طبعا يعني اختار الكثير من الناس تميز فيه في حياتهم العمليه. دكتور عماد لما نجينا بنتكلم ذكرت اكثر من مره مثلا نقول النفسيات او الحاجات المطلوبه لدى الشباب. كيف نستوعب الحاجات النفسيه للشباب في هذه الايام على اختلاف يعني بالنهايه السنين الماضيه كانت هناك حاجات للشباب اللي هم الحين كبروا، ولكن نقدر نقول هل اختلاف الزمان غير في الحاجات والنفسيات المطلوبه للشباب؟ سؤال جيد عسى الله يحفظك. لا شك لكل وقت هناك تغيرات، لكن الحاجات الاساسيه الانسان يحتاج هي لن تتغير اصلا. لان كما ذكرنا انا احتاج لاداره ذاتي، احتاج الى تقدير ذاتي، اي بمعنى الشعور بالامان والشعور بالهويه والشعور بالهدف. كذلك الشعور بالكفايه الشخصيه بمعنى انا انسان كف قادر اني انا اقوم بتحقيق امر معين. وكذلك الشعور بالانتماء. هذه الحاجات الاساسيه يحتاجها كل فرد فينا. لكن اللي قاعد يتغير العوامل الخارجيه، يعني ظهور مثلا كثير من الاشكال المغريات الحديثه، سرعه المعطيات الموجوده، وعلى ضوءها ان يعني اذا استطعنا او استطاع الشاب فينا من الشباب ان يقوم بتلبيه احتياجاته سواء كان عن طريق الاسره او عن طريق اللي يعني الصحبه والجماعه المرجعيه، أنا أقول يستطيع بعد الله عز وجل يقوم بي يعني أن يحفظ نفسه ويعني يحفظ إمكانياته ويستطيع كذلك أن يرتقي بنفسه إلى يعني معالي الأمور. كلام ممتاز تبارك الرحمن من الدكتور عماد العون. من بعد إذنك راح أنتقل إلى الدكتور مهند، وأقدر أقول لك دكتور مثل ما تكلم الدكتور قبل شوي وذكر الحاجات والنفسيات، خلينا ندخل شوي بتفاصيل أعمق الآن، نتكلم عن تفاصيل الفرد وحاجياته ونفسياته بداية بالطفولة إلى المراهقة إلى سن المراهقة. أول شيء مساء عليك بخير وعلى المشكلة. احتياجات الشخص أو بداية وجود الإنسان في الدنيا راح يكون من اليوم الأول هو عنده احتياجات اللي نقدر نغادر فيها الحياة. واحد من العلماء الكبار اللي اسمه أريكسون اشتغل على مراحل نمو الإنسان من عمره يوم يشتغل معاه في الى ان وصل الى مراحل اللي هي الشيخوخه ثم بعد ذلك الوفاه. ركز اريكسون على بدايه اول يوم في الاهل الى عمر سنتين. ركز اريكسون على اهميه بناء الثقه عند هذا الانسان، هذا الانسان اول ما يولد الطفل اول احتياجاته هي شنو؟ الحاجات الاساسيه، اكل، شرب، تنظيف، رعايه اوليه من قبل الام او من يقوم بهذا الدور تجاه هذا الطفل. اذا كانت الام تقوم بهذا الدور بشكل جيد راح تنمي عند هذا الطفل ثقه في العالم الخارجي، مو في نفسه لا في العالم اللي حاضر راح يتعامل معاهم. هذه بدايه شعور الانسان بالامان في هذه اللحظه اذا ركبناها بشكل جيد راح يطلع ينمو يكبر وهو عنده قناعه بان العالم اللي حواليه عالم امن. فما راح يصير عنده تبادل بخوف، انا يعني مش دائما في حاله شك وترقب وتاهب من الناس يعني ما طالع شوي راح يخونون فيني، راح مثلا يردوني يبون فيني الشر، قاعد يزرقون مايرات، هذه المصطلحات كلها راح تكون مش موجوده ببرتها في السنه ونص الاولى اللي لما كانت الام تلبي احتياجاتها ولا كانت الام قاعد يعني خلينا نقول تاخر او تتجاهل اشباع حاجات هذا الطفل. دكتور بعد اذنك بس انت قبل شوي ذكرت اكثر من مره العالم الخارجي. لو نبي نتكلم كيف نصنع عالم خارجي ممتاز يناسب الحياة الاجتماعية الدينية في مجتمعنا. جميل، العالم الخارجي ما ينسى، العالم الخارجي هو موجود بنفسه. يبقى على دوري أنا تعاملي مع العالم الخارجي. لكني رقم واحد إنسان يدور عندنا احنا مهارات التكيف، إن أنا شلون أتكيف مع الواقع مثل ما أبغى، ما عندنا قدرة، يعني الله ما أعطانا القدرة إن أنا أغير العالم، ما عندي شيء واحد يقدر أغيره. حتى لما أغير نفسي أنا ساعات أكون محتاج حق وايد عوامل ما راح أقدر أغير روحي، فبالتالي حتى أنا راح أكون محتاج حق مساعدة من العالم الخارجي حتى لتكوين نظره ذاتيه زينه حق نفسه مثل دكتور عماد نفسه ونظرته حق الاخرين هي في النهايه علاقه تبادليه بين العالم الخارجي، يعني لو افترضنا ان هذا الطفل في السنه الاولى هو العالم الخارجي بالنسبه له في ذاك اليوم من والدته فقط، ثم بعد ذلك يكبر العالم الخارجي يصير الام والاب، ثم بعد ذلك يكبر العالم الخارجي يصير اخوانه واهله، وبعدين يدش المدرسه فمع سنوات الدراسه لتكوين صداقات وعلاقات مع الاهالي ومع الطلبه ومع المدرسه.
المدارس مع المدرسين كذي يبدأ يكبر العالم الداخل أو خارج ماله بشكل تدريجي. في كل مرحلة إحنا قاعد نشبع فيه احتياجه لتعامله مع العالم راح يصير عنده قدرة على التكيف مع تغيرات الظروف. إحنا قاعدين في مكان وايد زين وآمن وفتح الوضع عندنا شوي كان في سرايا وغبار ومطر نقدر نغير شيء برا أبدا. نقدر نتعامل مع الظروف هذه. إذا أنا والله تعبت من الغبار قاعد داخل إذا ما عندي مشكلة سيارتي قريبة مثلا أو سيارتي إذا راح شفت أعمل إنه إذا نقعد في مكاني وديك على شخص مني إن أنا ما بعرف أسوق من المطر ممكن أستعين بشخص برا. العالم ما أقدر أغيره لكن أقدر أتكيف معه مش احتياجاتي وفق الظروف اللي تغير. بعض الناس عنده مشكلة إنه يبي يغير اللي برا يبي يغير العالم يبي يغير الظروف أو يبدي عاد يعني سيستم على سطح بشكل كبير في مجتمعنا اللي هو سيستم اللي أنا أسميه سيستم التحكم أو الشكوى الدائمة. الدنيا ما فيها خير الناس عن فائدة كله من مدرسين وكله من أخوي كله من مدرسين يعني المدرس كان مميز كل المدرسين هم ما خلاني أحب المادة الإسلامية يعني أحيانا تكبر مشاكله فيقول والله كله مثل من الحكومة كله فيبدي دائما يحاول يغير من هذا الشيء ومن تهمين. لكن شخص الناضج يبدي يتكيف ويتماشى مع الظروف مثل ما هي موجودة مو يغيرها. فليقدر أفهمه الدكتور من كلامك ابذل السبب وارضى بما قسم الله لك من الحياة. زين دكتور عماد قد يلجأ البعض نقدر نقول إلى الألعاب الإلكترونية ليغير واقعه ويعيش حياته، لكن لو نبي نتكلم في هذا الزمن اختلفت المسميات للألعاب الإلكترونية والهدف واحد، مو شرط تكون نظرية المؤامرة متواردة في الألعاب الإلكترونية، ولكن قد يعتقد البعض أنها نظرية مؤامرة اتجاه الأبناء أبناء العرب المسلمون، كيف نتواكب مع هذا الفكر؟ طبعاً لجوء مثلاً نقول الألعاب الإلكترونية هذا وجهة نظر خاصة هي اللجوء معناته أني أنا ألجأ إلى هذا السلوك لتغيير مسار جيد أو ألجأ لأي سلوك معين ممكن أن ألجأ مثلاً إلى الشراء لتغيير كذلك مزاج معين جيد. بالنهاية هو عدة مسلوك اللجوء إلى الألعاب عدة سلوك لتغيير مسار. الألعاب الإلكترونية طبعاً هناك دراسات كثيرة جداً في من ذكرت بعض الحسنات وأغلب الدراسات ذكرت السيئات والتحذير. فمن حسناتها قالوا مثلاً أن والله تعطي البعد المعرفي للأطفال وللمستخدمين تعطي هو الجانب الثروة التكنولوجية الموجودة بحيث أن يكون إنسان أو طفل مواكب على الثروة. كذلك مثلاً تعمل عملية الربط والحث على ربط ما بين العين وما بين استخدام اليد. كذلك قالوا مثلاً من الدراسات قال والله تحث على القراءة. لكن كل هذه المميزات أنا أقول هي تقف في بعض الأمور السلبية. ولعل نعرف دراسة أستاذ إذا ممكن نعرف الدراسة أيضاً تقريباً دراسة جامعة جمعت ما يقارب 101 دراسة على مستوى يعني العالم وذكرت أن الألعاب الإلكترونية أول نقطة وأول خطورة فيها وهذا يعني أغلب الدراسات أثبتت هذه هي زيادة السلوك العدواني. لأن هناك سلوك أصلاً عدواني بال 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 بالعالم الافتراضي فيعيش هذا يعني هذا العالم يحاول يطبق على مستوى الحاضر. يعني حادثة الطعن اللي صار في أحد الثانويات في أحد بنات الكويت أنا حضرت ثانوية وعملت على ضوءها يعني محاضرة على العنوان. جلست مع أحد المدرسين أستفسر عن الطالب هذا اكتشفت أن هذا الطالب أصلاً ما عنده سلوك عدواني لكن يعني متابع لمفهوم الجيم ومفهوم العاب ويعني بدأ يفزن ما عنده قدرة على التعبير إذا كان أحد واحد من الطلبة أو كذا كان يتنمر عليه أو كذا. ثم بعد ذلك يعني استغل فرصة معينة ثم قام بعملية الطعن كأن يعني الطعن هي دلالة على شنو على أن تفريغ لما يعاني هذا الطالب من الكبت والعنف. إذا نقول 60% ونرجع لها عند الدراسة نفسها تقريب 60% من السلوك العدواني
40 لم يتقلل اللي هو السلوك الاجتماعي الايجابي. هذا الطفل والله بروح لزواره ما يلعب وياه، والله بقعد عليه. طيب تسوي ايش تروي؟ خلاص انا الحين صار جهدي اني انا اخلص وانتقل من مرحله الى مرحله اخرى. كذلك تصير من اعراض الاكتئاب، شعور بالحزن، شعور دائما بالفشل، لان الالعاب عندها امرين اثنين، فيها اثاره طيب وفيها تجدد. فيها نوع الاثاره وهذا طبعا مثير جدا بالنسبه سواء حق الاطفال او حق الكبار. كذلك الصور متجدده. تزيد اللي هو قصور الانتباه لدى الطلاب، واخر من تقريبا 10% اللي هو الضعف في تحصيل الدراسه. عندنا في المركز يعني عملنا يعني استطلاعنا حول اثار الالعاب الالكترونيه على المجتمع الكويتي. نقول هذا الحين الان دراسه عالميه، الدراسه الثانيه استطلاع الرأي. وجدنا هي ان الاثر السلبي يعادل 87.2% من الالعاب على مستوى الكل. الاراء الاهالي، اراء الامهات، الاباء، فالاغلب انه سلبي. سلبي بالنسبه ما هي صح على مستوى على مستمع اكثر من فرق المجتمع. طيب فلذلك اقول انه تصنف اصلا العاب الالكترونيه تصنف كذلك فيها نسبه ادمان عاليه. صحيح. لان تاثر على يعني نسبه الدوبامين في الدماغ، تعمل على تهيج كما ذكرنا على نقاط نقطتين اساسيتين الاثاره، كذلك ظهور تجديد الصور، تجديد المرحله بمرحله الى اخره. دكتور كلامك على متم، لكن لنتكلم بواقع شوي. بالنهايه كان في من قبل يعني جيلكم والاجيال اللي بعدكم والجيل اللي بيننا وبينكم كانت في العاب الكترونيه، فاحنا نقدر نقول تقريبا لو نبي نتكلم اتوقع من جيل السبعينات الى الحين دشينا جيل 2019 في العاب الكترونيه، جميع هذه الاجيال لعبت. انت ما لعبت اكبر من فدكتور يعني لما نبي نتكلم ان الاجيال جميعها نقدر نقول او اغلبها عشان نكون يعني ما نشمل الجميع لعب الالعاب هذه، لكن اختلاف الزمان مثل ما قلت لك انا قبل شوي، هل هو سبب؟ هو اختلاف في التقنيه الان. التقنيه اصبحت الان انت تعيش كانك تعيش عالم افتراضي، لان الان في محاكاه للواقع. يعني الان تلعب انت يعني مثلا انت مع ناس مجموعه ما تعرفهم، شخصيات غير اعتباريه، يعني شخصيات وهميه، وبالعكس اصلا هذا الطفل دخل هذه الشخصيه واعجب بالشخصية هذه، فلذلك وجد نفسه في هذا العالم. فهي الخطورة، أما في ذاك الوقت يعني أيام الأتاري والجيم بوي صغيرة هذه ما كانت يعني ذيك القوة وذاك التشيع أو وجود الإثارة العالية. طيب وكان يعني اللي هي لعبة واحدة مكررة أو لعبتين أو ثلاث تعتبر مكررة وآمنة، ما حتى ما في بعض الصور اللي كلها بالآداب العامة والأحداث وكذا، وما فيها جانب الاختلاط. ممكن أنا يعني أنا ما أدري اللي أنا قاعد على بالي ما أدري منه أصلا. دكتور بما أن تطرقنا شوي يعني دكتور مهند بما أن تطرقنا شوي لموضوع الإدمان بالألعاب الإلكترونية أو التقنية أيا كان مسماها، نجد الكثير في هذا الزمان كبيرا أو صغيرا كان العمر مدمن. للموجودين شلون نقدر نعالج هذا الادمان بطريقه سلسه وسريعه وبسيطه؟ طبعا موضوع الاعتماد على الالعاب لتغيير المزاج هذا مفهوم. كلمه الادمان هي الاعتماد على الشيء لتغيير مزاجي ايا كانت الماده. جيد. ف طبعا موضوع كبير لكن انا باختصر يعني كلمات ان اول نقطه لابد اي مفهوم او اي معالجه للادمان لابد من الشخص نفسه عنده الرغبه الحقيقيه للخروج من هذا من هذه الدائره، لانه يدخل حقيقه فعلا في دائره في دوامه. طيب فاحنا لابد يكون عنده رغبه ابتداء. اتكلم عن الكبار لان يعني في حالات اذكر كان تعطيني العياده يعني يمارس العاب هذا لمده 7 ساعات متواصله ادى الى الزوجه حاشا اكتئاب. الزوجه حاشا اكتئاب من عدم وجود لا حوار لا حديث لا كلام، مجرد ان انا عندي عالم معين وهي تاركه. فاذا كان الشخص كبير
نقدر فعلا عملية نغير المفاهيم الموجودة عندي اللي بسبب برنامج معرفي سلوكي، على ضوءها نبدأ نغير السلوك اللي هو ونعمل له بدائل. إذا ترى تقدر تغير مزاجك، تقدر تمارس حياتك بدون وجود طبعا هذه الألعاب في حياتك، لأنه يرى أن إذا هذه الألعاب غير موجودة معناته أن أنا ما أقدر أعيش أصلا. فهذه رسالة من الدكتور عماد للأشخاص اللي نقدر نقول اللي تعدوا مرحلة الشباب أو المراهقة، يعني نقدر نقول من بعد 18 سنة إذا أردت أن تغير هذا الإدمان من سلبي وتبتعد عنه فابدأ بنفسك. دكتور مهند، خلنا نتطرق شوي إلى موضوع من المواضيع اللي الناس تذهب له وتلجأ إليها في ظنهم أنه هو أحد الحاجات في الحياة، وهو الطاقة الكونية وإلى آخره. آخر 4 سنين قمنا نرى الموضوع بكثرة، يعني ما راح أطلب من الدكتور أنه كيف نرد عليهم، لأن أصلاً الموضوع يعني من المسلمات أنه هو غير حقيقي، لكن خلنا نشرح للحضور الكريم كيف يكون. هذا بنعرف شو يقصدون في الطاقة الكونية وتطبيقات الطاقة الكونية أي الفحص هؤلاء أسماوان حسب اختلاف اللغات التي كانت في اليابان في مختلفة، إذا كانت في الصين شيء من الاستقلال، إذا كانت في ماليزيا كل ديرة لها اسم. اليوم قاعد أسامي أساساً جاية من حتى من أمريكا، بدأت تشفي أسامي أقرب حق الأشياء اللي هي مرتبطة ما بين علم الأعصاب مع علم المجال هذا، عشان أصبح شوي علمي أساس الناس تحس إنه هو أكثر علمية أكثر منهجية علمية. في حقيقة الأمر هو كل خبرة من الشرق إلى الغرب عبارة عن ما نسميه علم الوهم أو السايبر ساينس. السايبر ساينس هو عبارة عن أشياء تفترض الناس حقيقتها بوجود تأثير وهمي لها مش حقيقي. مثال إذا سألتني هل راح يكون لها تأثير؟ أقول لك ممكن يكون لها تأثير، قد نرجع إلى وايد أشياء منها الأساس بعض الأمراض تروح بروحها. أو حتى المزاج يتغير مع الوقت تحسن بأي تغيير بسيط. بس وايد ناس مثلا مجرد ما يطلع يروح مشي من المكان يتعدل مزاجه مثلا، أو إذا كان يشعر بألم مثلا كذا مجرد ما مثلا يقعد أو مصدع يشرب القهوة كذا يتعدل مزاجه. يعني الناس تتكلم عنه بهذا الإضافة. هذا الجانب الأول ربما يخلي الناس يعني ترجع حق الطاقة اللي تفترض ما في لها أثر، وقلنا الأثر هذا قد يكون جانب منه مع الوقت يتغير. والجانب الثاني جانب مهم اللي هو مدى قناعة الشخص نفسه قاعد يعني يستخدم علاج الطاقة بعلاج الطاقة. وهذا شيء نسميه الأثر الوهمي البلاسيبو إفكت. البلاسيبو إفكت هو أي دول يوم شوف نستخدمه إحنا من البنادول ونصاعد، أي دول مر في هذه التجربة هل إحنا دواء هذا له تأثير حقيقي ولا تأثير وهمي؟ وتم في هناك منهجية علمية في يعني في الفارماكولوجيا وفي الصيدلة يتعاملون مع الأدوية بهذا الطريقة، حسبهم مدى تأثير حقيقي للدواء تأثير وهمي. العلاجات بالطاقة راح يكون لها التأثير يس، راح يكون لها تأثير، سواء التأثير عبارة عن تأثير ناتج عن قناعة الشخص وعن تغيرات الوقت مع الزمن. كذلك هناك بعض الشخصيات عندنا أشهرها الشخصية الهستيرية. الشخصية الهستيرية احنا نسميها شخصية قابلة للإيحاء، بسرعة تصدق، بسرعة تأثر بالكلام، بسرعة ممكن تعدل حتى الآلام تختفي من جسمها إذا اقتنع تماما بأن اللي سويته الآن ممكن يكون يوخر علاجه. فإذا جيتك أنا أول أنت عندك ألم في منطقة وطقتك لو طقتك 5 طقات راح يروح العوام. صحيح. طقيت 5 طقات تحس إنه راح العوام، مو حقيقي هالشيء. وهذا يعود على اعتقاد الشخص. اعتقاد الشخص للشخص اللي قاعد يقعد عليه. سمينا هذا بأي اسم، اعتنا معالج طاقة، اعتنا اسم روحاني، اعتنا اسم قدسي أو أي كان يسمى، اعتقاده بأن هذه 5 طقات السيستم اللي سواه وهالآلية اللي سواها كل ما كان اعتقاده قوي راح يكون تأثير جدا سريع على جسم الإنسان على هشاشة شخصية هذا الشخص اللي نسميها شخصية الهستيرية. شخصية احنا نسميها قابل للإيحاء، تجسد الإيحاء بسرعة تأخر الإيحاء والجسم يستجيب تلقائيا جنة حقيقة. للأمانة الجسم دماغ الإنسان وجسمه أحيانا ما يقدر يفرق ما بين الشيء الحقيقي والشيء الوهمي. أشهر مثال إحنا نتكلم عنه من كل إنسان نايم، وأنا نايم ممكن أقوم، أنا إذا كنت قاعد أركض وأنا نايم أقعد النوم قاعد دائما، كنا قاعد أركض الصبح أنا نايم كنت، ممكن أشياء شخص إذا يكون ضايق ولا كذا يقوم النوم متعود، في ناس تقوم النوم تبكي ويقوم يمشي. فدماغ الإنسان حرك العضلات والجهاز العضلي بالكامل لأنه في حالة نوم ما هي حقيقة. فالجسم ساعات يستجيب حق بعض الشغلات الوهمية لأن جزء من التعامل مع الواقع بهذا الطريقة. نرجع إلى علاج الطاقة، هل هو حقيقي؟ الجواب 100% لا، لم
ولم توجد أي جامعة إلى الآن. هالكلام يعني تفضلت من 4 سنوات، يمكن هبت في الكويت يعني 4 سنوات، قبلها كان في بداية التسعينات، بعدين طفل يعني موجة طلعت أسامي دي يمكن في تهيلي وغيرها، الأسامي دي تشتغل فترة هذه، لكن على مستوى العالم هي أشياء تصعد تنزل، لكن هي قديمة. البعض يرجع حياة 3 سنة 4 سنة، أكثرها أشياء موجودة في يعني خلينا نقول التاريخ الشرق الآسيوي القديم، لكن هي تروح وترجع. قبل فترة لقيت مع طبيب ياباني، كنت أسأله هذا السؤال، اليابان عندكم في أحد يعالج أمريكي؟ قال لي شنو يعني؟ كنت في علاج ياباني اسمه أمريكي، ياباني كانوا يستخدمونه في اليابان وما زال يستخدم هناك لهم عيادات كذا. ما أعرفه. قال يا طبيب خريج طوكيو يونيفرستي، ما أعرفه. خريج طب جامعة طوكيو، ما أعرفه شيء، ايش قاعد يقول؟ فبطلت له على يعني بعض الكتب وكذا، هذا شكل موجود عند الناس اللي يشربون على الاشياء الوهميه، يعني كنا نشرب نصابين هنا، من وهم نصابين عندنا ترى هناك ما حد يدري عنهم، هناك نصابين، بس مشكلتنا احنا مع الناس لما يجينا شيء من هناك ونعطيه بعد تاريخ 5000 سنه نعتقد ان هذا شيء حقيقي وشيء له تاثير. حقيقه الامر ان اليوم علاج طبيب، لذلك ترى استخدم معاك علاج اكسجين علاجي وعمليه، ترى سيستم مال 5 سنوات. راح يعجبك ولا تبي شيء يكون دكتور طبعا جديد وحديث. تو متخرج تحس انه عنده علم جديد، لكن الناس احيانا ينغشون بهذا البعد التاريخي يعتبرونها شيء حقيقي ومؤثر ولا اهميه ولا شيء. بالتالي لما نتكلم عنه ليش الناس تروح؟ لان قلنا احيانا لقوا تاثير او سمعوا تاثير او شافوا حسوا بعد تاثير. هالتاثير ما له اعتبار، ان تاثير ما لم يكن مبني على يعني ارض صلبه على شيء حقيقي علميا شرعيا قانونيا ايا كان. التاثير مجرد التاثير ليس له اعتبار ما لم يكن مدعوم باساس وبناء قوي يعني واقف عليه هذا الطرح او هذا الاسلوب العلاجي. الجانب الثاني اللي هي الانسان اللي يشوف النتائج على ارض الواقع. اكثر الناس اللي طلعت حق هالبرامج العلاجيه لم تحقق نتائج بل شفنا اثار جدا سيئه. هناك من اشهر الاشخاص اللي كان دائما يضرب المثال ستيف جوبز اللي هو رئيس يعني كان السي او مال شركه ابل. اصيب بالبنكرياس، سرطان البنكرياس. ورفض العلاج في مستشفيات امريكا واتجه الى علاج الطاقه الى ان مات. بنته في لقاء معاها كانت غاضبه جدا انه شلون كان ابوي بهذا الذكاء في التكنولوجيا في اداره الشركات وفي الصناعه، لكن بوجه التعبير البنت لكنه كان غبي جدا في استخدام اسلوب علاجه غير حقيقي، خدعوه بهذا الاسم حتى مات وكان عنده فرصه انه يكون موجود معنا للحين. هذا شخص مع انه عالم لكن استطاعوا يعني اغواءه او اغراءه بالاشياء الوهميه تقع انه ممكن يتاثر ممكن يستفيد. كان الياس عند الانسان يخليه يجرب اشياء حتى لو ما كانت حقيقيه، يحرك الياس من داخل انا ما جربت كل شيء ماكو فائده، يلا خليني اجرب يمكن تفرق معي. الشخص اللي يكون على الاقل عنده تقدير عنده احترام حق المبادئ العلميه حق نفسه حق مبادئ دينيه اذا ناخذ الامور من ناحيه شرعيه، راح نلاقي انه هالاشياء من اساسها مخالفه للعقل الشرع القواعد الطبيه. فالمفترض انه دكتور مثل ما قلت تفضلت قبل شوي ان احنا مع الاسف كمجتمعات نقدر نقول عربية كل ما يأتينا من الخارج نؤمن به ونصدقه، حتى لو ما كانت عندنا خلفية مع الأسف الشديد في شيء يصدق وفي شيء لا يصدق ويرد. دكتور عماد من بعد إذنك لو نبي قبل لا نختم بس كلمة للأجيال القادمة نقدر نقول رسالة. طبعا كان هناك رسالة حقيقة، أنا أقول إن لابد لكل كون إحنا لا شك نفتخر بهذه العقيدة بهذا الدين الإسلامي، لابد أن الفرد فينا أن يرجع إلى الهدف من وجوده. الهدف من وجوده هو تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يقدر نفسه ويضع نفسه في المكان الصحيح. للأسف يعني الكثير مما اختلطنا فيهم سواء كان يعني طلبة أو يعني في أفراد المجتمع يعني يقلل من قيمته، لا يرى نفسه أنه عنده قيمة أصلا، مهمش، هو مهمش نفسه. لذلك أقول حتى تصل إلى ما تصل إليه يجب أن تعرف حقيقة وجودك، كذلك تعتز بقيمتك كونك فعلا أنت عبد لله سبحانه وتعالى والله عز وجل يستحق هذه العبادة منه، ثم بعد ذلك ينتقل هذا الامر الى يعني التركيز على الهدف، التركيز على الطموح، انت شو تبي تحقق؟ لذلك هي 3 اسئله دائما ركز عليها، من انت؟ ماذا تريد؟ كيف تحقق ما تريد؟
الثلاث أسئلة على أنها بسيطة لكن هي حقيقة هي لها عمق كبير إذا يعني فهمها الإنسان سواء كان صغير أو كبير. أنا أقول رسمت له خارطة الطريق حقيقة. قد تأخذ سنوات حتى يستوعب الإنسان هذه الأسئلة وقد تأخذ أيام. فبالنهاية هو العقل متفاوت يعني نقدر نقول. يطلب مساعدة. يطلب مساعدة. طلب المساعدة هذا أمر مشروع فكل منا يعني لم يصل إلى قمة العلم. يحتاج يعني أن يطلب المساعدة يعني الشاب يطلب من والدينا يطلب من معلمينا يطلب من الأخصائيين النفسيين عنده يطلب من يعني من يثق في أمانته وديانته وعلمه بحيث أنه يستطيع فعله كذلك أن يعتز بما يعني أفضل نعمة إحنا حبة يعني نتمتع بها وهي نعمة الدين صحيح. نعمة الإسلام أن فعلا يعتز بهذا الدين يعتز بهذه الهوية يعني لذلك اللي يعني مثل ما ذكرت نجد ان يعني كثير من يعني من ابنائنا لا يعتز بهذه القيمه العظيمه كونه انسان يعني مسلم كذلك عنده رؤيه واضحه حقيقه يعني يريد ان يصل لها كذلك انه عنده طموح معين يستطيع ان يصل الى الطموح ولكن لابد ان يبذل الاسباب هذه الدنيا فيها يعني فيها محكات كثيره فيها تعب فيها مشكلات لابد يعلم انها فيها الم وإن لن تصل إلى ما تصل إليه من الطموح إلا بألم طبعا ولكن ألم الفشل أعظم إذا أنت يعني رضيت بالفشل أنا أقول ألم الفشل أعظم فبالتالي أدام الألم موجود سواء كان فشل أو نجاح إذا أتوقع الموفق من يختار ألم النجاح لأن بعد هذا الألم سينتهي يعني ويفرح وينسى حقيقة الألم بعد ما يصل إلى الطموح. ثق بالله واصنع من نفسك إنسانا حقيقيا يفتخر الناس به. دكتور مهند خلينا نشوف الرسالة ولكن من زاوية أخرى توجه إلى جانب آخر ألا وهو أولياء الأمور. نتكلم عن أولياء الأمور أو حتى أي كان عمر الشخص قضية الاستسلام هي مشكلة رئيسية إحنا ممكن نواجهها في حياتنا. حتى بخلينا أولياء الأمور أنا عندي واحد من عيالي صار عنده مشكلة المشكلة هذه هي نهاية العالم ما راح تتغير بالتأكيد في مجال كبير أن تتغير والدماغ والنشر عنده قدرة على إعادة التغيير وإعادة يعني تحديد مسارات جديدة في مسارات الدماغ يعني ولكن يعني رؤية في حتى في الأشعة اللي تعمل الدماغ لاحظوا أن هناك بعض المناطق تم تشغيلها ما كانت شغالة من قبل حتى لو كانت عادة سيئة في مستقبل أن استسلم وأترك المشكلة وذاك عيننا قلنا أكبر خطأ نساعد نسوي الآباء إنه والله إنه والله في فروق فردية فإذا ولدي ما في مشكلة ما تصلح له الدراسة ما يصلح له تحديد مسار جيد إلى آخره فبسرعة أساساً بناء على هذه الفرضية اللي إحنا حاطينها قضية المحاولة وبذل الجهد وتغيير الاستراتيجية في التعامل مع المشكلة أحيانا بعض الأهالي يتم يحل نفس المشكلة بنفس الطريقة مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة يعني إذا هذه الطريقة ما نجحت معك مرتين ثلاث شوف طريقة ثانية شوف طريقة ثالثة إذا ما كنت أنت ممكن شفت شخص آخر حين يكون عمي أثر أكثر من الأب حين يكون هو الصديق الأب يأثر على عيالك أكثر منك أنت للأب فإذا الشخص الذكي يشوف من الشخص إذا أنا والله أبي أدير حياة ابني أو أوجه حياة ابني وخليه تمشي بشكل جيد وما يكبر خلاص عديدي هو شوف طريقة الحياة بروحه فأبدي أنا يعني هيئ له الرياضة السليمة سهلة اللي هو يقدر يمشي عليها حتى المشكلة مساعدة تكلمنا عليها يمكن كنا باختصار قضية الفيديو جيمز أو غيره أنا لو كان عندي ولد وعنده 6-7 ساعات كنترول منه يعني مشكلة أن يقول لو قلت أنا ما عندي كنترول حتى الواي فاي مال البيت صح يا ساتي ما عندي كنترول أني أوصل أخذ الولد الجهاز الثاني مع أنه عنده كنترول في الحقيقة لكن أحيانا نستسلم فصير الله الأثر وما له خلق هنا والله زي ليه متأكد بس أنا لوي وهوش معه قضية الاستسلام واحدة من القضايا المهمة جدا إذا يعني بدأ الإنسان يعور رأسه في البداية يكون في ألم مثل ما قال الدكتور في البداية اللي هو المشقة أو التعب أو اللوي اللي يصير البداية راح يلاقي خلينا نقول ثمرتها بعدين على نفسه على عياله حتى على اللي حواليه فللنجاح ألم وللفشل ألم اختر ما تريد منهم كل الشكر للدكتور عماد العون وكل الشكر أيضا للدكتور مهند العيدان على تقديمه لهذه الجلسة الحوارية الجميلة استمتعنا واستفدنا ونتمنى من حضور الكريم إذا في أي ملاحظة أو تعقيب شاركونها الإخوان المناطقين بعد شوية راح يكون ويانا الدكتور فواز العلم إن شاء الله وهو دكتور إعلام في جامعة الكويت حضورنا الكريم نتشرف أن تكونون ويانا كنت وياكم أخوكم عمر القصاص نشوفكم بعد شوي إن شاء الله مع السلامة.
يا